إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا بالقرب من مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. إذن اليوم اللي هو أكيد رأس السنة الميلادية الجديدة، دقائق معدودة تفصلنا عن بداية 2024، حملات أمنية مسترسلة، حملات كذلك للسلطات المحلية، كاين يعني دعم مشترك ما بين السلطات المحلية وما بين الأمن الوطني هنا أمام مسجد الحسن الثاني في كنتواجدوا حاليا. كاين حملة أمنية ديال السلطات المحلية هنا برفقة رجال الأمن، يعني الملحقة الإدارية السادسة. لأن شوفوا معنا الأجواء، يعني ما كاينش الضحك. لاحظوا معايا رجال الأمن كذلك كيتواجدوا معنا هنا، لاحظوا خويا غماد مصطفى، تحية سلطة المحلية بمدينة الدار البيضاء بالقرب من سيدي الحسن الثاني، شكرا لك خويا غماد مصطفى، بارك الله فيك. إذا كما قلت لاحظوا معايا راه حملات أمنية يعني بواحد الشكل رهيب رهيب بزاف، حتى العنصر النسوي في الأمن حاضر، لأنه أكيد امرأة ما يمكنش يقلبها راجل، ولكن ربما كندوي هذه في اطار اللي خارج على القانون، ما كندويوش كندوي في الاطار اللي خارج على القانون. اما الناس لاحظوا معايا هما السلطات المحليه راه باقيين حملات مسترسله، لاحظوا معايا اظن هذا قائد الملحقه كما قلت، بقى هذه الحمله إذن أذكر مشاهدين التحقوا بنا مؤخرا بأننا كنتواجدوا أمام مسجد الحسن الثاني في هذا الحملة اللي كاينة بشراكة ما بين الأمن وكذلك السلطات المحلية هنا بالملحقة الإدارية السادسة السور الجديد أمام مسجد الحسن الثاني. دائما الكل ينتظر ساعة الصفر، ينتظر الدقائق الأولى أو الدقيقة الأولى أو الثانية الأولى من السنة الميلادية الجديدة 2024. الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو يا رب العالمين. إذا لاحظوا معايا راه بكل صراحة تحية 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 كبيرة، تحية كبيرة لرجال الأمن، تحية كبيرة للسلطات المحلية، تحية كبيرة لكل الصاهرين على أمن واستقرار هاد البلاد هذه. أكيد هاد الناس واهبين كما كنقولوا الحياة ديالهم مقابل أمن واستقرار المواطن، وباش المواطن يحس بالامان الامن والامان. اكيد كاين رجال ساهرين وكاين كذلك النساء، ما نساوش ملي كنقولوا كنقولوا النساء اللي حتى هما ساهرين. تحيه للمراه المغربيه كذلك. يعني اليوم بالنسبه لي انا غنتكلم على هنا المنطقه اللي كنتواجدوا فيها، على غير العاده كنلقاو العنصر النسوي حاضر يعني بزي ديال الشرطه. لاحظوا معايا وتتعامل، لاحظوا واحد الطريقه باش دو مع واحد السيد دايز دابا، يعني تحيه احترام افريقي، اظن واحد السيد افريقي هو لابس واحد واحد اللبسه وشوه هو غادي، يعني باين عليه افريقي. الطريقه باش دو مع رجال الامن هنا هذا هو، هذا الشيء ماشي جديد، ماشي هما كنزكيوش شي واحد، لا نزكي على الله احدا، ما كنزكيوش شي واحد. كاين شهادات ديال العديد من الاشقاء العرب عفوا المصريين، كاين العديد اللي قالوا وتكلموا على الامن المغربي، على الطريقه ديال التعامل ديالو باش كيتعامل مع الناس، ما كيتعاملش بهذيك الفضاضه. اكيد ملي كتكون في اطار القانون فكتبقى في اطار القانون، ولكن ملي كتحاول انك دير شي حاجه اللي خارج القانون فاكيد في بعض الاحيان
كتكون هناك ما نقولوش، ولكن كتكون بعض الاحيان شويه ديال الصرامه في التعامل، لانه انسان ملي واحد انسان خارج القانون وكيحاول انه مثلا هز سيف ولا شي حاجه مثلا سلاح ابيض ولا هادي، راه ما يمكنش غادي تحاول انك تتعامل معاه واحد الليونه، كتعامل معاه بالسياسه في الاول، ولكن الى بالك العين الحمراء وبالك بانه غيعرض نفسه ويعرض ناس اخرين ويعرضك انت للخطر، فاكيد كتكون واحد المعامله فيها نوع من الصرامه، وهادشي ماشي فقط في المغرب، فعبر العالم السياده كاين. المهم ما ديرش ما تخافش، هذا هو المثل الدارجي المغربي المعروف الشهير، ما ديرش ما تخافش. اذا كما قلت باقيين في هذه الحمله الامنيه، واكيد هذه الحمله الامنيه كتشمل هذه المناطق كلها 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 كلها. اذا مشاو يجيبوا واحد الدوره من لهيه، لانه اكيد كاين واحد التراب هنا مقسوم ما بين الملحقه الاداريه السادسه والملحقه الاداريه السابعه، كاينه واحد لا زون كما كنقول واحد المنطقه معينه اللي كتشتغل فيها دابا الملحقه السادسه، والمنطقه اللي من لهيه هي اللي تشتغل فيها الزميل ديالنا قبيله جلال اللي تابعه الملحقه الاداريه السابعه. إذا كاين تنسيق كما كنقولوا، تنسيق أمني، تنسيق ديال السلطات كذلك، يعني تنسيق حتى بيناتهم على مستوى عالي من أجل إخراج ماشي فقط هذه الليلة، ولكن الحمد لله جميع الأيام تخرج البر الأمان، والمواطن يحس بالأمن والأمان على نفسه وعلى المتاع ديالو وعلى الوليدات ديالو. إذا هذه هي الأجواء هنا أمام زيد حسن الثاني، كما قلت باقيين سهرانين معكم، باقيين معكم خلال هاد الليله الطويله، ليله طويله هذه، اكيد ليله طويله، نتمنوا انها تمر بخير وعلى خير وكل شيء رجع سالم غانم للمحل ديالو. اذا حتى لهنا غادي نهيو هاد البث المباشر، وكنوعدكم كما قلت وكما كتعرفوا على قناه الشعب بانه دائما دائما غادي نعطيكم كل تفاصيل، كل صغيره كل كبيره، رغم انكم نتوما داخل في المحلات ديالكم، ولكن المعلومه هذا شرط علينا اننا نوصل المعلومه حتى لعندك حتى للمنزل ديالك. اذا تحياتي لكم، الى اللقاء.